برامج العمومية. لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أنطلق من جمعة من منطلقات. منطلقات اليوم تؤثر الفعل الجهوي بالمغرب، وهو الذي لا يختلف عن مسار الجهوية في الدولة النيوليبرالية، النيوليبرالية على العموم، مرتبط أساسا بجعل الدولة كمجال اليوم لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. اليوم تقوية الدور اللامركزية والوحدات الترابية على المستوى العالمي هو فيه جانب من نقل الجهة إلى المجال الترابي بصفة عامة، هو مجال لجواب لتقديم الأجوبة العمومية على المشاكل، مشاكل والضغط والطلب الاجتماعي المتزايد